عقد بمقر المجلس الوطني لمحاربة الأمراض الثلاثة السل والإيدز والماراليا الدورة العادية الأولى، والتي تهدف إلى البحث عن سبل لمحاربة هذه الأمراض، وذلك بحضور رئيس المجلس نوح الدفنة بجانب الفنيين والممولين. عائشة أحمد دقي، تفاصيل. الأمراض الثلاثة الملاريا والسل وفقدان المناعة المكتسبة الإيدز هما من الأمراض الخطيرة التي تفتك بحياة الشخص، ولأجل محاربتها ومكافحتها فإن أعضاء المجلس الوطني للتنسيق مع الصندوق العالمي من أجل مكافحة الأمراض الثلاث قاموا بتنظيم الدورة الأولى العادية بغرض التطرق إلى الدور الفعلي لعمل هذا المجلس. وخلال ذلك دارت هذه الدورة الأولى العادية حول الطرق والاستراتيجيات التي من شأنها تقليل نسبة هذه الأمراض، كما قدمت إحصائية دقيقة عن مدى انتشار المرض، وبعد ذلك تناول أعضاء المجلس كيفية وضع مقترح لمشروع عامي 2017-2018. رئيس المجلس الوطني نوح الدفنة قال بأن للمجلس مهمة تعبئة وتوعية وتفعيل الموارد ودعم الصندوق الدولي لصالح الدول في إطار مكافحة الأمراض الثلاث بهدف الوصول إلى الإدارة الجيدة والتخطيط السليم للموارد المالية عبر الصندوق الدولي. هذا فإن المجلس يعمل وفق التعهدات والأهداف الأساسية للصندوق الدولي بكل شفافية ومصداقية تامة. مشاهدينا الكرام، وبهذا الخبر وصلنا لنهاية النشرة الأخيرة. دمتم بعون الله وفضله.